مستمرة، وأحد الزملاء يتواصل للتعليق في شوطنا العاشر. التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل، هذه انطلاقة شوطنا العاشر ضمن انطلاقات هذا المساء. شوطنا العاشر مخصص للحقائق القعدان، نتواصل مع المركز الأول ونتعرف على قيادة هذا الشوط. من يحتل المركز الأول هنا؟ نجم، تعود ملكية نجم لصالح بن محمد بن مسفر آل بطيح اليامي، من حصل على نقطتين في صباح هذا اليوم. نتابع وإياكم المركز الثاني، من يتواجد على المركز الثاني؟ هذا هو شهيد، وشعار كما شهدنا وإياكم شعار الشاهينية صاحبة أفضل توقيت في هذا المساء مع علي بن مبارك بن راشد البريص البري، وها هو شاهين من يتواجد مع المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، الدخول من المركز الثالث من الجانب الأيمن، هنا الباز لمحمد بن مبارك بن محمد بن جهويل المري على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، يصل في هذه اللحظات مسبار، تعود ملكية مسبار لحمد بن سعيد بن حمد الزعبي القرح، من يتواجد مع المركز الرابع؟ نعم، هذا هو مسبار محمد بن سعيد بن حمد الزعبي على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس الوصول هنا من شعار البرنس، هنا الفارس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أتممنا على حضراتكم هذا النداء الأول للمراكز الخمسة الأولى. نعود وإياكم إلى نجم مع المركز الأول، نجم مع صدارة هذا الانطلاق، صالح بن محمد بن مسفر آل بطيح اليامي مع قيادة هذا الشوط، مع قيادة هذه الانطلاقة. يا سلام، الله، نعم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا هو نجم لصالح بن محمد بن مسفر آل بطيح اليامي مع القيادة، مع ريادة هذا الشوط. أما المركز الثاني فيتواجد فيه هنا هنا الفارس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، من يتواجد على المركز الثاني. يصل مسبار على المركز الثالث، حمد بن سعيد بن حمد الزعبي من يتواجد على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع يصل ويتقدم فيه هنا ظبيان سعيد بن علي بن سعيد البريصي المري أو البريص المري على المركز الرابع وعلى المركز الخامس. يتقدم هنا مضجر، تعود ملكية مضجر لعبد المحسن بن زيد بن محمد بن محسن البحيح، من يتواجد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل في كل مكان. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. القيادة والريادة لا زالت هناك مع فتى نجران، مع أحد أبناء نجران. نعم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نجم صالح بن محمد بن مسفر البطيح اليامي، من حصل على نقطتين في صباح هذا اليوم. يا سلام، الله 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 الله. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه القيادة مع نجم صالح بن محمد بن مسفر آل بطيح اليامي مع قيادة هذا الشوط، مع المقدمة المركز الثاني. يصل هنا على المركز الثاني الفارس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وعلى المركز الثالث يتحرك فيه ظبيان لسعيد بن علي بن سعيد البريص المري، وعلى المركز الخامس يتحرك هناك مسبار يتحرك، يغير من المركز الرابع إلى المركز الثالث، ويريد كما يريد الجميع، كما يريد الإخوة، يريد الناموس. نعم، هذا هو مسبار حمد بن سعيد بن حمد الزعبي. يا سلام، الله، وصول على المركز الرابع في هذه اللحظات من قبل مضجر لعبد المحسن بن زيد بن محسن آل بحيح. هنا من يتواجد، ولكن دخول
الجول من راهي، راهي جابر بن سالم بن جابر، الجربوعي المري، من تواجد مع راهي، من انطلق مع راهي، يا سلام روح راهي، يا سلام انطلق راهي، انطلق راهي، راهي بهذا الأداء، راهي بهذا العرض، يا سلام على انطلاقة راهي وتحركات راهي. هذا هو راهي ينطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تعود ملكية لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري. تهانينا أيها الإخوة من هذا المكان لمالك راهي على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني يصل فيه نجم لصالح بن محمد بن مسفرال الطيح اليامي. المركز الثالث يصل الفارس اللي جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. أما المركز الرابع يصل مضجر لعبد المحسن بن زيد بن محمد بن محسن البحيح. المركز الخامس يصل مسبار لحمد بن سعيد بن حمد الزعبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. نهني جميع الفائزين معنا حقيقة بالعشرة المراكز الأولى في جميع الأشواط. إذن نتابع وإياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاهدينا ومتابعينا الافاضل. لحظة وصول راهي الى خط النهاية قاطع المسافة في 6 دقائق 15 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري. اما المركز الثاني فوصل على المركز الثاني. هنا على المركز الثاني نجم 6 دقائق 16 ثانية 38 جزء من الثانية صالح بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي نهنيه. اما المركز الثالث ووصل فيه الفارس 6 دقائق 17 ثانية 56 جزءا من الثانية. تهانينا لجر الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المرن.